بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نشرح نعافيها بالليل لحد الصبح. كبرت معانا، طلعت البكتيريا بتاعتها، كبرت معانا وخلت شكلها بقى حلو. هنبدأ نسلقها على النار ونشوف الدنيا ايه. يلا ملح، بابريكا، اي توابل عندك عايز تحطيها حطيها، طبعا خل، معانا كده هنبدأ نحط الايه؟ عصير الطماطم. ده رز معمر بس هنعمله فوق على البوتاجاز لحد ما يشرب اللبن، وبعد كده هناخد وش في الفرن. دي اللوبيا بتاعتنا خلصت اهو، وادي المعمر بتاعنا. الفراخ المتبلة شويناها في الفرن، ويلا بدنا نشتغل.